من أمام مدرسة الأكراميين للبنات، مديرة مدرسة تستخدم الطالبات كعمال نقل ونقل الرحلات داخل المدرسة أمام أنظار المار. خلونا نشوف. انقسمت الآراء حول هذا الفيديو. أكو من قال أنه لا، ما يصير طالبات بالشارع دا ينقلون الرحلات، وأكو من قال لا، أنه هذه مسؤولية الطالبات أو حب التعاون، وهي من أجلهم بالتالي الرحلات، فما بيها شيء. ومثل ما قلت أنه القسم الآخر قال لا، ما يصير للبنات يشيلون هاي الرحلات.